بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس، السادة أعضاء المحترمين، إن السلام حقيقة مجذوبة والعدل فلسفة لهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهابي. هذا هو موقفي من معاهدة السلام، ولكن ناهيك عن موقفي. أنا بأسجل للتاريخ، أنا واحد من الذين اعترضوا على هذه المعاهدة، ولكني مقر أن الدولة المصرية، لو سمحت أكمل كلامي. ولكني مقر أن الدولة المصرية، لو سمحت أكمل كلامي لو سمحتوا. يا أساتذة، يا ديمقراطيين، يا أساتذة يلي بترسوا العملية الديمقراطية، خليني أكمل. ولكني مقر أن الدولة المصرية قد عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، ونحن نحترم هذه المعاهدة ونحترم مواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. ومن ثم الموافق على العقوبة ولا لا؟ لا، غير موافق على العقوبة. أنا بقترح إيه؟ أنا بقترح إسقاط العضوية للأسباب الآتية. شكراً. للأسباب الآتية. تفضل سيادة النائب في عجالة. والله ليس لموقفي من معاهدة السلام ولا أعدائي للكيان الصهيوني، ولكن أرجو يا جماعة، أرجو أن نتقبل رأي النائب حتى ولو لم نكن موافقين عليه. ما حدش عايز يسيبني. أنا أعتقد أن الرجل الذي يقسم مصر ويقول لهذا الكيان انقذنا أيها السفير كي تخلصنا من الأزمة التي تعيشها مصر في تهديد منابع النيل، ونحن دولة صغيرة مستكينة لا نستطيع أن نحل مشاكلنا، ويروح يلجأ لسفير دولة أجنبية ويقول له شكرا. سيادة النائب،